مشاهدين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في المشهد لهذا اليوم والذي نتناول فيه آخر تطورات المشهد في اليمن. وفي عناوين حلقتنا لهذا اليوم: الحوثيون يعلنون استهداف وزارة الدفاع السعودية ومطار الملك خالد بالمسيرات والصواريخ. وفي هذه الحلقة أيضا: تواصل المعارك العنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين في مأرب. ونتساءل في هذه الحلقة: هل من دور مصري قادم في الأزمة اليمنية؟ حيث أثنى البيان المشترك الذي أصدره رئيس مجلس الشورى أحمد بن دغر ونائب رئيس البرلمان عبد العزيز جباري على الجهود المصرية في الأزمة اليمنية، وقد عاد الحديث مجددا عن جهود تقوم بها القاهرة في الملف اليمني بعد أشهر من زيارة مسؤولين يمنيين رفيعي المستوى إلى القاهرة، ما يطرح عديد الأسئلة حول الدور المصري الممكن في هذا الملف. وفي شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين شهدت القاهرة زيارة وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي ورئيس الوزراء معين عبد الملك، حيث أكدت مصر على دعمها الحل السياسي للأزمة اليمنية بما يلبي طموحات الشعب اليمني وإنقاذ إرادته الحرة. ويعتبر أكثر عامل يربط مصر باليمن ويفرض بحسب مراقبين تدخل مصر في الأزمة اليمنية هو العامل الجيوسياسي، حيث يمثل باب المندب استراتيجيا بوابة الأمن القومي المصري بوصفه بوابة قناة السويس التي تمثل هي الأخرى الرئة الاقتصادية لمصر. من جهة أخرى، يرى مراقبون أن الأوضاع الإقليمية قد تدفع مصر للتدخل، خاصة بعدما تراجع دور السعودية في إدارة الحرب هناك، وأصبحت إيران تقترب رويدا رويدا من باب المندب بعد الانسحاب الأخير للقوات المشتركة بتوجيهات من قيادة التحالف العربي، فقد استشعرت مصر الخطر الذي يحدق بأمنها. وتاريخيا كان لمصر تدخل بارز في الأزمة اليمنية، حيث حينما وقفت القاهرة في ستينيات القرن الماضي مع اليمنيين في مواجهة الاستعمار البريطاني في الجنوب وضد الإمامة في الشمال. فهل يكون لمصر دور قادم في اليمن خاصة في هذا التوقيت؟ أرحب بانضمام ضيفي عبر سكايب نبيل البكيري، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ نبيل، بداية أهلا بك معنا. طيب، يبدو أن سيد نبيل البكيري غير جاهز إلى حد هذه اللحظة، وكنا نبحث مشاهدينا في ذلك البيان الذي أصدره أحمد بن دغر وكذلك رفقة نائب رئيس البرلمان في اليمن سيد جباري، والذي بحث عديد المسائل وخاصة مسألتين مهمتين وحقيقة ما يجري هنالك في اليمن من جهة الدور المصري، وكذلك مسألة متعلقة بأن الحل العسكري لم يعد حلا مجديا في اليمن كما نص هذا البيان. لكن نريد أن نتوقف عند الدور المصري وأين هو تحديدا وإلى أين قد يصل في الأزمة اليمنية. وأعود بالترحيب إلى ضيفي نبيل البكيري، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ نبيل، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بكم. إذن يعود الموقف المصري من الأزمة اليمنية هذه المرة عبر بيان بن دغر مع وجود كذلك بعض التحركات من اليمن باتجاه مصر تحديدا خلال الشهرين الماضيين، أين يقف الموقف المصري أو أين هو تحديدا الموقف المصري من الأزمة اليمنية بحسب متابعتك؟ هو لا شك الموقف المصري يدخل ضمن إطار الموقف التحالف العربي. طوال السنوات الماضية كانت الموقف المصري لا يخرج عن هذا الموقف، وإلى الآن أنا باعتقادي الموقف المصري هو لا يزال في هذه الزاوية وفي هذا السياق. لكن أيضا بحكم العلاقة القديمة والعلاقة الاستراتيجية الرابطة بين جغرافيتين، لا أقول نظامين سياسيين وإنما بين الجغرافيتين وتاريخيا أيضا، فأنا لمصر دور كبير في مسألة
الثورة اليمنية، ثورة ال 26 من سبتمبر، والحرب الملكية الجمهورية على امتداد سبعينات القرن ستينات القرن الماضي عفوا. فكان هناك يعني نوع من الواحدية المصيرية للقضية، باعتبار أن الجمهورية حينها كانت فكرة أكثر دعما ومقاربة للمسار السياسي للدولة بالحالة المصرية، وكان النظام المصري يدعم حينها بقيادة جمال عبد الناصر الثورة اليمنية. هناك رابط أيضا استراتيجي وجيوسياسي يتمثل بقناة بمضيق باب المندب، ومضيق باب المندب هذا لا تعتبر له أي قيمة بدون باب عفوا السويس، لا ليس له أي قيمة حقيقية ما لم يكن مؤمنا باب المندب، وبالتالي اليوم تأتي قيمة قناة السويس من قيمة باب المندب، وهما نعم مصر واليمن يتحكمان بهذين نعم أستاذ المضيقين نبيل، هو الحقيقة أن الاستراتيجيين. المسألة المتعلقة بالواقع الجيوسياسي بالنسبة لمصر وما يرتبط بباب المندب، خاصة وأنه ممر نحو قناة السويس التي قلنا في عرضنا الأول إنها الرئة الاقتصادية الأولى بالنسبة لمصر، لكن لماذا الآن تتذكر القاهرة باب المندب؟ هل الأمر متعلق باقتراب إيران ربما كما ذهب بعض المراقبين رويدا للسيطرة على هذا المضيق؟ هو لا شك انه مصر دوله يفترض انها دوله وازنه في المشهد الجيوسياسي العربي عموما، وكان مصر هذا دورها على امتداد العقود الماضيه ضعفا او قوه في سياق النظام السياسي الحاكم. اليوم انا باعتقادي مصر في وارد استعاده هذا الدور، باعتبار أن أمنها الاستراتيجي يقوم بدرجة رئيسية على أمن المضايق البحرية، وفي الأساس الأول لها هو مضيق باب المندب. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي هذه العلاقات التي بدأت بوادرها اليوم بين النظام في القاهرة والشرعية اليمنية، هو يأتي من هذه التقديرات لأهمية إعادة العلاقة، وأن تكون مصر دورا فاعلا باعتبار تاريخها الفاعل والمؤثر في الحالة اليمنية منذ ثورة 26 سبتمبر 62. أنا باعتقادي النخبة اليمنية تدرك هذا الشيء الجوهري في العلاقة المصرية اليمنية، كذلك المصريون يدركون هذه العلاقة. وأيضا أنا باعتقادي أن اليوم مصر في وارد أن يكون لها حضور أكبر، بالنظر إلى أن تراجع الدور المصري في الحالة العربية عموما، ليس فقط في القضية اليمنية أو في الحالة اليمنية، إنما على مستوى القضية المسرح العربي كله هناك تراجع واضح للدور المصري. اليوم ربما مصر تمضي باتجاه استعادة هذا الدور، وليكن البداية من الملف اليمني باعتبار التشابك التاريخي والتشابك الأمني بين الجغرافيتين وبين الدولتين. ذكرت قبل قليل أستاذ نبيل مسألة أن هذا الدور والموقف كذلك المصري ربما لا يخرج عن موقف التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لكن على ذكر التحالف وذكر المملكة هنالك بعض التقارير التي تشير إلى تراجع أيضا في دور الرياض في الأزمة اليمنية، هل مجيء مصر في هذا التوقيت ربما يعني ليملأ الفراغ إنجاز هذا التعبير وأضعه بين قوسين في ظل تراجع الدوري السعودي حقيقة، أم أن الدوري السعودي لم يتراجع أصلا؟ هو في حقيقة الأمر الدور السعودي ليس في تراجع، لكن الدور السعودي أيضا بعد 7 سنوات من الحرب يفترض أنه لم يحقق الهدف الاستراتيجي منه، وهو استعادة الشرعية اليمنية. الدور السعودي بالنسبة استراتيجي ودور تاريخي، ولا يمكن أن يقلل من الدور السعودي، لكن أنا باعتقادي أنه هناك فشل على مستويات كبيرة فيما يتعلق بهذا الدور. هذا الفشل يتمثل بعدم إنجاز المعركة، بعدم تحقيق الأهداف الكبيرة في الإمارات التي أمرت في هذا التحالف من خلال تفتيت القوى الوطنية اليمنية الشرعية اليمنية، وإدخال عامل إقلاق وعامل تمزيقي من خلال دعم ما يسمى بمجلس الانتقال الجنوبي، دعم ميليشيات خارج مؤسسات الشرعية اليمنية. كل هذه العوامل ساعدت في
في إضعاف الدور السعودي وفي إضعاف الشرعية اليمنية عموما. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي الدور المصري هو يأتي في إطار هذا الفراغ الذي أو إصلاح هذه الحالة التي عطلتها الإمارات أو عطلها أيضا الرؤى الغير واضحة للتحالف العربي عموما في اليمن. أنا باعتقادي المصريون سيكونون في موقع أفضل إذا ما اعتبروا أن المسألة تتعلق بمصير البحر الأحمر ومصير المنطقة العربية كلها، وخاصة أنه ندرك أن هناك علاقات نعم أستاذ نبيل، غير هنالك تقطع قليل في متكافئة الصوت، أو علاقة غير سنعود الاتصال بك مرة أخرى سيد نبيل البكيري الكاتب والمحلل السياسي اليمني، ونبحث في الدور المصري من الأزمة اليمنية وعودة القاهرة إلى واجهة الأحداث، وكذلك زيارة بعض المسؤولين اليمنيين إلى القاهرة خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين. مشاهدينا دعونا نتوقف عند قراءة بعض التغريدات وبعض ما قاله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليس بشأن الموقف المصري تحديدا، وإنما حتى بشأن التصعيد الأخير، خاصة التصعيد الميداني والأمني النوعي في اليومين الأخيرين، والذي استهدف الرياض التي لم يتم استهدافها منذ فبراير الماضي. أذهب إلى أولى التغريدات. محمد رفعت يقول: بعد اجتياح صواريخ ومسيرات يمنية مقر وزارة الدفاع السعودية وشركة أرامكو أمس، حكومة صنعاء تشن الليل هجوما ثقيل مجددا. ملفت للانتباه دقة تصويب حكومة صنعاء للأهداف العسكرية والاستراتيجية وصفرية ضحايا المدنيين. مخبول من يظن أنه قادر على كسر شعب اليمن، هكذا قال التاريخ ويؤكد الواقع. أيضا من التغريدات، الشاعر علي أبو هويدا يقول: اليوم شاهدت طيران هليكوبتر في جبهة أم ريش تقصف مواقع الجيش، هل أصبح الحوثيون يستخدمون مثل هذه الأسلحة في معركتهم ضد الشعب اليمني؟ وما موقف التحالف العربي من هذه الفوضى؟ أيضا عباس الضالعي يقول: وول ستريت جورنال ينقل عنها، يقول أو تقول الصحيفة: السعودية طلبت من قطر ودول أوروبية تزويدها بمئات من صواريخ باتريوت الاعتراضية للدفاع عن نفسها من هجمات الحوثيين. بن سلمان سيطلب من قطر وتركيا وموزمبيق وكل دول العالم، ولن يحميه من صواريخ الحوثي إلا رفع يده عن اليمن نهائيا. أذهب إلى عباس أو حميد رزق يقول: الدفاع السعودية تقول عملية اعتراض الصاروخ الباليستي فوق الرياض تسببت في تناثر شظايا الدفاع أو تسببت في تناثر شظايا. أيضا الوزارة تقول: سقوط بعض شظايا الصاروخ الباليستي على أحياء سكنية بالرياض دون أضرار وسلوك ميليشيا الحوثي يتنافى مع القانون الدولي. يعلق هو حميد رزق على هذين الخبرين: إذا شفتم عواجل السعودية بالصيغة السابقة فاعلموا أن الضربات دقيقة وموجعة. أيضا سلطان أو عفوا سطام بن خالد آل سعود يقول: قوات الدفاع الجوي دائما على أتم الجاهزية للدفاع عن الوطن والمواطن لتسقط أحلام وأوهام ميليشيات الحوثي الإرهابية التي حاولت استهداف المناطق المدنية في الرياض. هذه الأفعال تثبت صوابية ما يقوم به التحالف من استهداف لهذه الميليشيات للحفاظ على اليمن وأهله والمنطقة. إذن كانت هذه بعض التغريدات التي اخترناها بشأن هذا التصعيد الميداني ما بين الجماعة الحوثية باتجاه المملكة العربية السعودية. أعود إلى ضيفي عبر سكايب نبيل البكيري الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ نبيل، بعيدا عن الدوري المصري، كيف تقرأ هذا الرد الحوثي النوعي الذي طال مناطق حساسة في الرياض كوزارة الدفاع ومطار الملك خالد؟ وهذا الهجوم بالمناسبة هو الأول من نوعه منذ فبراير الماضي، أو أقصد لمدينة الرياض تحديدا. وهل تعتقد بأن هذه الضربات للجماعة الحوثية هي رد على إعلان التحالف بدأ عملية واسعة ضد الجماعة في اليمن؟
هو لا شك أنه كلما طالت أمد الحرب دون حسم حقيقي لهذه الحرب هو في صالح جماعة الحوثي التي ترى أنه باستمرار هذه الحرب هي ترتب صفوفها بشكل أكبر، هي تنقل صورة غير واضحة أو غير دقيقة عن ماهية هذه الحرب، وبالتالي تلتقط أنفاسها بين فترة وأخرى، تتسلح، تمدها إيران بمزيد من الأسلحة النوعية التي نراها بين فينة وأخرى تستخدمها في هذه المعركة وفي حربها هذه، وبالتالي ضرب هدف استراتيجية سعودية هو الهدف الرئيسي منها، هو إجبار السعودية للقبول بالجلوس مع جماعة الحوثي وجها لوجه، واعتبار هذه الحرب أنها حرب بين جماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية وليست حرب بين الشرعية اليمنية وبين جماعة الحوثي، وبالتالي هذه المقاربة التي تقدمها جماعة الحوثي من خلال الطائرات المسيرة من خلال الصواريخ البالستية هي أيضا مؤشر على أن الخليج أو أن منظومة الأمن الخليجية أصبحت في خطر، وأن هذا الخطر لا يتأتى فقط من قوة الحوثي إنما من ضعف المعالجات ومن ضعف الرؤى التي أدارت بها المعركة الخليجية أو أدارت بها التحالف والمملكة تحديدا هذه الحرب على امتداد 7 سنوات، وهي مقاربة كان بالطبيعي أن تصل إلى هذه النتيجة لأنها كانت تضع في أجنداتها عدة أهداف وليس هدفا واحد، كانت تهدف إلى ضرب القوى الديمقراطية في اليمن، القوى التي انبثقت عن 11 فبراير، ضرب ما تسميه بالإخوان المسلمين، ضرب كل ما له علاقة بإيجاد دولة حقيقية في اليمن، وبالتالي كانت النتيجة الكارثية هو ما نشهده اليوم، أن البديل لهذا الفراغ، أن البديل ضرب القوى الوطنية في اليمن هو جماعة الحوثي، وبالتالي كانت هذه النتيجة التي نراها اليوم أمامنا، أنه كل ضرب لفكرة الدولة في اليمن هو لا يخدم بالأخير سوى تقوية جماعة الحوثي وتقوية هذا المشروع واستفادة ودعما وخدمة المشروع الإيراني في المنطقة. الحقيقة أستاذ نبيل أنه التصعيد بين التحالف والجماعة الحوثية هو الأعنف منذ أشهر، والتحالف هدد بالرد السريع على هذا الاستهداف الحوثي للمملكة. ما طبيعة الرد المحتمل اليوم برأيك، خاصة وأن التحالف خلال الأسبوعين الماضيين تحدث عن استهداف طال من أسماهم بالأجانب، وكان قد استهدف منشأة كما قال، وبعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن هذه المنشأة تابعة للحرس الثوري في اليمن؟ هو لا شك أنا باعتقادي أنه الصورة اليوم أصبحت أكثر وضوحا فيما يتعلق بطبيعة هذه المعركة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، معركة لا تختلف كثيرا سردية المعركة بالنسبة للمعركة اليمنية، أنه معركة مصيرية، أنه بقدر ما تهم استعادة الدولة في اليمن، استعادة الشرعية في اليمن، هي أيضا تعمل على أو يجب تصحيح مسار المعركة منذ البداية باعتبارها معركة أمن قومي مصيرية بالنسبة للخليج ككل وليس فقط المملكة العربية السعودية، وبالتالي أنا باعتقادي أنه في حال إصلاح الخلل الموجود في قضية التحالف في موضوع التحالف طوال الفترة الماضية يتطلب اليوم أيضا إصلاح أهداف هذه المعركة والذي يتمثل بإسقاط الانقلاب واستعادة الشرعية، غير هذا أنا باعتقادي أنه ستظل أو ستكبر مخاطر جماعة الحوثي والمشروع الإيراني عموما في المنطقة وفي اليمن تحديدا، وسيكون هذا كله لصالح هذا المشروع وفي غير صالح المملكة ولا في صالح منظومة الأمن الخليجية كلها. نعم، لكن في ظل حديث التحالف عن التقدم الذي يحققه على الأرض بضرباته المتلاحقة، هل ترى بأن الضربات الحوثية على الرياض مثلا كالتي حصلت بالأمس واستهدفت وزارة الدفاع أو بشكل عام مناطق حساسة مثل أرامكو ومطار الملك خالد وغيرها، هل لهذه الضربات برأيك أن تحدث فعلا التوازن فيما يتعلق بالرد ورد الفعل وهكذا دواليك، لأن الأمر لم يتوقف خلال الأشهر الماضية عن هذه الصورة تقريبا؟ أستاذ نبيل، هو لا شك أنه جماعة الحوثي ومن خلفها الخبراء الإيرانيون يستهدفون من خلال هذه الضربات تركيع المملكة العربية السعودية، إحداث معادلة توازن الرعب، لكن في الأخير أنا باعتقادي أنه المسألة لا تتوقف هنا، المسألة بحسب كثير من التسريبات وبحسب كثير من المعطيات التي
رأيناها طوال العامين الماضيين أن معظم هذه الضربات لا تنطلق من الأراضي اليمنية والمسيطر عليها من قبل جماعة الحوثي، بقدر أنها تنطلق من شمال العراق وتنطلق من الضفة الثانية الخليج العربي، أي من السواحل الإيرانية. وبالتالي المسألة لم تعد جماعة الحوثي سوى غطاء للميليشيات الإيرانية في العراق، أو حتى غطاء للحرس الثوري الإيراني. وبالتالي أنا باعتقادي اليوم المعركة هي أكثر حدة، وتتطلب أيضا جدية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، أن مصير مستقبل هذه المملكة سياسيا وأمنيا واستراتيجيا يرتبط باستعادة الشرعية اليمنية، يرتبط بدعم الشرعية اليمنية، يرتبط بتصحيح مسار التحالف العربي على امتداد ال7 سنوات الماضية، ومعالجة الخلل والخروقات الكارثية التي حصلت في ملف وفي رؤية المعركة في اليمن. اليوم أنا اعتقادي اليمنيون قادرون على كسر المشروع الإيراني، ولكن هذه القدرة ترتبط بمدى جدية المملكة العربية السعودية وعدم يعني انزلاقها إلى متاهات الباحثات الجانبية مع الإيرانيين، لأن الإيرانيون بطبيعة الحال يعني يجيدون شراء الوقت ويجيدون المفاوضات طويلة المدى والنفس الطويل التي تتزامن مع تقدماتهم أو مع معاركهم على الأرض. وبالتالي الانخداع بمسألة المفاوضات مع الإيرانيين هي واحدة من أهم ومن أخطر الأوراق التي يلعبها الإيرانيون لكسب الوقت ولتعزيز صفوفهم وتعزيز مكاسبهم على الأرض. اليوم مطالب من المملكة العربية السعودية أن تكون دقيقة فيما يتعلق ب صادقة ودقيقة فيما يتعلق بهذه المعركة، والمفتاح الوحيد لهذا هو تمكين اليمنيين من القرار السياسي والاستراتيجي لهذه المعركة. غير ذلك أنا باعتقادي سيكون مآلاته غير جيدة بالنسبة لليمن والخليج عموما. نعم، لكن هنالك كذلك سؤال يطرح أستاذ نبيل حول مسألة الجدوى من هذه الضربات الحوثية على المملكة العربية السعودية، لأنه صحيفة وول ستريت جورنال تتحدث أنه منذ أكتوبر تقريبا الماضي تقول بأن المملكة استطاعت صد 90% من الهجمات التي تطلقها الجماعة الحوثية باتجاه الأراضي السعودية. وبالتالي هنالك سؤال حقيقي حول الجدوى من استمرار هذه الهجمات الحوثية. الحوثيون في طبيعة الحال هم ليسوا خاسرين فيما يتعلق باستخدام هذه الطائرات واستخدام هذه الأسلحة، هم يشتغلون، أو بمعنى آخر أنه الهدف الكبير والاستراتيجي بالنسبة لهم ليس مدى ما تلحقه هذه الأسلحة من ضرر، لأنها في حقيقة الأمر هي أسلحة لا تزال تفتقد كثيرا إلى القوة التدميرية وإلى القوة التصويبية، يعني ليست أسلحة دقيقة وخطيرة إلى درجة كبيرة، ولكن الهدف المركزي والاستراتيجي من هذه العمليات هو ما تخلقه من هالة إعلامية وبروباجندا إعلامية، أنها هذه الميليشيات أصبحت قادرة على إنتاج هذه الأسلحة وقادرة على استخدامها وتصويب أهداف كبيرة في المملكة العربية السعودية. أما إذا نظرنا إلى نتائج مثل هذه الأسلحة فهي نتائج يعني ضعيفة جدا ولا تكاد تمثل خطرا حقيقيا بالنظر إلى كمية هذه الأسلحة التي استخدمت منذ بداية إطلاقها حتى الآن. نجد أنها أعداد كبيرة ومهولة جدا، لكن أثرها على أرض الواقع لا تكاد تتخطى آثار جانبية بسيطة، ويعني وليس هناك يعني حتى الإحصائيات التي تتحدث عن نتائجها تكاد تكون يعني بسيطة جدا وللغاية. وكما رأينا أيضا أنه الأكبر إصابة ممكن حققت هي في معمل بقيق، وكان كثير من المعلومات التي تحدثت حينها على أن هذه الضربة مصادرها الساحل الشرقي للخليج العربي وليس اليمن مصادر الإطلاق. وبالتالي الحوثيون يفرحون كثيرا في أن يتحولوا إلى مادة إعلامية وأن يخلقوا رعب إعلامي أكثر من هو رعب حقيقي على الأرض من خلال هذه الضربات. حسنا، يعني في ما يتعلق بمسألة هذه الهجمات ما بين التحالف والجماعة الحوثية التي تستهدف الأراضي السعودية وتقول إنها تتقدم كذلك في معركة مأرب، هنالك على طرف آخر حراك للمبعوث الأممي الرابع إلى الأزمة أو في الأزمة اليمنية، والذي يتطلع لإنهاء الأزمة أستاذ نبيل عبر القبائل هذه المرة. كيف تنظرون إلى هذا التوجه الأممي؟ سيد نبيل بوكيري، يبدو أننا فقدنا التواصل مع سيد نبيل بوكيري، أم ماذا؟
طيب، يبدو أننا فقدنا فعلا التواصل مع سيد نبيل البكيري، وأيضا أشكرك جزيلا على حضورك معنا اليوم في هذه الفترة من المشهد للحديث حول الوقائع اليمنية وآخر تطورات المشهد في اليمن. سنكمل باب الحديث، سنكمل في ذات الباب من هذا الحديث مشاهدينا حول الأزمة اليمنية، لكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. مشاهدينا من جديد نرحب بكم ومستمرون بالحديث حول المشهد وآخر تطوراته في اليمن. أرحب بانضمام ضيفي هنا في الاستديو المحلل السياسي عادل المسني. أستاذ عادل، أهلا بك معنا. وقبل النقاش نريد أن نتوقف وإياكم مشاهدينا عند متابعة هذا التقرير ثم نعود. عاد القصف الحوثي من جديد ليستهدف نقاط ومواقع استراتيجية وحساسة في العمق السعودي، حيث أعلنت الجماعة عن عملية هجومية واسعة ونوعية. كما أكد المتحدث باسمها يحيى سريع إن عملية 7 من ديسمبر استهدفت بعدة صواريخ باليستية و25 طائرة مسيرة أهدافا عسكرية وحيوية في كل من الرياض وجدة والطائف وجيزان ونجران وعسير. وأضاف أنها تضمنت هجمات بطائرات مسيرة من نوع صماد 3 وعدد من الصواريخ ذو الفقار استهدفت وزارة الدفاع ومطار الملك خالد وأهدافا عسكرية أخرى في الرياض، مشيرا إلى أن العملية النوعية هذه جاءت ردا على جرائم العدوان السعودي الأمريكي على اليمن حسب وصفه. وبالمقابل أفادت مصادر إعلامية تابعة للتحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية أن دفاعاتها دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه خميس مشيط واعترض طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية، مؤكدة أنها بدأت عملية واسعة ضد الميليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية حسب وصفها. وفي مأرب تتواصل المعارك بين قوات الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا وبين مسلحي الحوثي في جبهات عدة، حيث قتل العشرات من المسلحين الحوثيين بنيران قوات الجيش وبقصف من مقاتلات التحالف وفي مواقع متفرقة جنوبي مأرب حسب ما أوردته مصادر تابعة للجيش اليمني. ولا يزال الحوثيون منذ فبراير الماضي على تخوم محافظة مأرب محاولين اقتحامها عسكريا وإسقاط القوات الحكومية بهدف السيطرة على آخر معاقل السلطة الشرعية في شمال البلاد، إلا أن المواجهات تحولت إلى ما يشبه معارك استنزافية لها مع مرور الوقت. فإلى أي مدى ستطول وهل ستنجح الجهود الدبلوماسية والسياسية في إيقاف هذا الصراع؟ إذا أستاذ عادل، يتطور المشهد الميداني هنالك في اليمن والجماعة الحوثية تقصف الرياض التي لم تضربها منذ فبراير الماضي في تطور جديد، وآخر بيان كان لابن دغر وجباري يتحدث أساسا عن عدم جدوى الخيار العسكري وفشل كذلك المسار العسكري، لكن ما هي دوافع مثل هكذا اعتراف بعد 7 سنوات على الحرب في اليمن؟ هو في الحقيقة يعبر عن خيبة أمل السلطة الشرعية فيما يتعلق أيضا بدعم التحالف في اتجاه الحسم العسكري، أيضا يعبر أيضا عن خيبة الأمل في السلوك العام لدول التحالف سواء ما يتعلق بالشرعية بكل أبعاد الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي وصلت إلى يعني مراحل متردية جدا، مستويات متردية في اليمن، وبالتالي هناك يعني مظاهرات مستمرة في اليمن تندد أيضا بسياسة التحالف وبالشرعية، ومن ثم خرجت هذه الأصوات التي تحاول أن تخرج عن السياق العام في اليمن سواء السياق الشرعية أو التحالف الداعم لها، وبالتالي يعني تقترب من الرأي العام الشعبي
الرافض لهذا النهج ولهذه السياسات التدميرية في اليمن. لكن أنا أتصور بأنه البعد العسكري لا زال فاعل ويمكن أن يحقق نجاحات كبيرة جدا إذا استثمر بشكل صحيح في سياق يعني إنزال الهزيمة بالحركة الحوثية. لكن يبدو أن المملكة العربية السعودية ذهبت إلى مشاورات مع إيران، وهذا بضغط أيضا أمريكي وأوروبي باتجاه أيضا محاولة اختراق للأزمة الكبيرة مع إيران وهي التفاوض، أو بمعنى بناء إجراء ثقة مع إيران بغرض أيضا حل الأزمة الكبيرة في المنطقة. لكن أنا أتصور بأنه هناك أيضا افتراق أجندات بين الإمارات والمملكة العربية السعودية في الشأن اليمني وأيضا الإقليمي، وظهر أيضا هذا الافتراق من خلال أيضا اقتراح الإمارات الذهاب نحو إيران وتركيا وإسرائيل، ومن ثم ترك المملكة العربية السعودية لوحدها تكابد هذه الأزمة في المنطقة وفي اليمن تحديدا. تقول بأن المسار العسكري من الممكن أن يحدث اختراق فعلا في الأزمة اليمنية، ولكن كيف له أن يحدث ذلك ومعركة مثل معركة المأرب على سبيل المثال منذ تقريبا 8 أشهر حتى الآن لم تنتهي، ولم يستطع أي طرف من الأطراف المختلفة فيه أن يحسم المعركة لصالحه، بل على العكس هنالك ضحية موجودة في هذه المعركة، وإن كان الجميع ربما ضحايا لكن المدنيين أقصد في مقدمة هؤلاء الضحايا جراء هذه المعركة. وفي الحقيقة المدنيين في كل اليمن ضحية للأزمات الإقليمية، للأزمة الحاصلة في اليمن، للحرب التي تدفع بها دولة إيران والمملكة العربية السعودية، ومن ثم تحول اليمن إلى ساحة كبيرة. طبعا اليمنيين كلهم مضطررين من هذه الأجندات الإقليمية. اليوم اليمن تشهد أزمة اقتصادية يعني وصلت مستويات يعني خطيرة جدا. اليمن يشهد مجاعة بامتياز، وهناك أيضا حالة الحرب ومضاعفتها الكارثية أيضا على كل الأبعاد، وبالتالي اليمنيين كلهم يدفعوا ثمن عدم الحسم في اليمن. لكن أنا أتصور بأن مأرب تحديدا هي التي يعني تؤكد بأن المسار العسكري ممكنا. مأرب استطاعت يعني خلال سنوات طويلة أن تكسر الحوثيين وتفشل يعني مسارهم فيما يتعلق أيضا بإسقاط مأرب، بمعنى أن الشرعية والمقاومة الشعبية بمعزل عن التحالف وبمعزل عن الدعم استطاعت أن تحقق فارقا. ماذا لو دعم هذا الخط في اتجاه أيضا الذهاب نحو صنعاء وحسم المعركة مع الحوثيين؟ ماذا لو غيرت دول التحالف استراتيجية في التعامل مع الشرعية، في التعامل مع الجيش الوطني والمقاومة من حيث التسليح والتدريب والدعم؟ أنا أتصور بأن الحسم العسكري سيكون فاعلا وسيحقق أكله، لكن الحاصل أنه الجيش الشرعي بلا معاشات وبدون مرتبات لشهور بل لسنوات، ومن ثم أيضا ليست هناك تدريب ولا دعم ولا تسليح. الدعم والتسليح الذي يأتي من قبل التحالف ذهب للميليشيات، للميليشيا الانتقالية أو ميليشيات صالح الموجودة في الساحل الغربي لتكون بديلا وموازيا على الشرعية، وهذا الذي أضر بالبعد العسكري وأضر بعملية الحسم وبالمعركة كلها في اليمن. لكن في معركة المأرب تحديدا هنالك من ذهب بأن تصريحات بندغر وجباري في هذا التوقيت وفي هذا البيان ما يقف خلفها هو أساسا عدم قدرة التحالف أو دعمه للجماعة أو عفوا للحكومة اليمنية الشرعية على حسم المعركة إلى حد هذه اللحظة. في النهاية عندما نتحدث عن بندغر نحن نتحدث عن شخصية وازنة أيضا في الأزمة اليمنية، كان حاضرا كرئيس للوزراء واليوم هو رئيس مجلس الشورى، ومعه جباري نائب رئيس البرلمان، بمعنى أن ربما يكون لدى الرجلين معلومات خاصة، اطلاع ربما أكبر على الوقائع على الأرض. فهو يعني هم يعبروا عن يعني عن حالة شعبية اليوم تزداد في الساحل اليمني وتعبر عن نفسها من خلال المظاهرات الرافضة لهذا النوع من السياسات التدميرية في اليمن. لكن أنا أتصور بأنه يعني هناك انحراف في مسار التحالف، في مسار عاصفة الحزم، انحراف عن الأهداف الكبيرة التي جاءت من أجلها وهي استعادة الدولة والمعركة أيضا مع الحوثيين أو التمدد الإيراني في اليمن. وهذا الانحراف يعني اتسع شيئا فشيئا حتى أصبح يعني ملموسا من كل اليمنيين، أصبحت ظاهرة. كل اليمنيين اليوم يجمعوا على أن هناك انحراف كبير في مسار عاصفة الحزم وفي مسار العلاقة مع الشرعية، وهذا واضح قلنا من خلال بناء أجندات لها على الأرض
من خلال وجود المكثف للإمارات والمملكة العربية السعودية في المواقع الاستراتيجية وتعطيل الموانئ وكل أيضا الموارد في البلاد، وشواهده أيضا الأزمة الاقتصادية التي طفت اليوم على السطح، وبالتالي لم تعد هذه السياسات مجدية بل أصبحت ضارة جدا باليمنيين وبمصالحهم على السواء. بالتالي بدأ يرتفع أصوات داخل الشرعية وخارجها، ومن ثم هذا هو المخيف وهذا هو المفزع فيما يتعلق أيضا بسياسة التحالف. لكن فيما يتعلق بالمعركة، أنا أتصور بأن التحالف لو غير من استراتيجيته خاصة مع هذه التحولات الإقليمية والدولية التي فعلا يعني تدفع بالمملكة العربية السعودية تحديدا لإعادة النظر في سياستها الإقليمية وتحديدا في اليمن فيما يتعلق بالمعركة مع إيران، خاصة مع فشل المفاوضات ومع أيضا الخطر الإيراني الكبير والتهديد الوجودي أيضا لدول الخليج عبر القفاز الحوثية والتي تستهدف العمق السعودي بشكل مستمر، وخاصة في هذه المرحلة الراهنة التي يستهدف الحوثيين المدن والمصادر الطاقة وجميع أيضا المطارات والقواعد العسكرية. بالتالي أنا أتصور بأنه اليوم المعركة يعني مفصلية بين إيران والمملكة العربية السعودية، وهذا يعني يحتم على المملكة العربية السعودية يعني الخروج من هذه من هذا المأزق إلى بناء اتباع استراتيجيات لدعم الجيش والشرعية بحيث تحقق فارقا فيما يتعلق أيضا بالحسم العسكري. أريد أن أسأل عن المخرج، يعني من زاوية العقدة الأساسية التي تحول دون الوصول أساسا إلى حل في الأزمة اليمنية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه كما يعلن بأن التحالف هو الطرف الأقوى أو الحكومة هي الطرف الأقوى مدعومة دائما بالتحالف، التي تواجه في النهاية جماعة مسلحة أو حزبا مسلحا، وبالتالي أين تكمن العقدة؟ لماذا لا تستطيع الأطراف الوصول إلى حل في هذه الأزمة؟ لا، هناك يعني أنا أتصور بأنه يعني تعدد الأجندات في اليمن. الإمارات كانت تؤدي دور دولي، دور يرتبط بالولايات المتحدة أو بالمجتمع الغربي فيما يتعلق أيضا بضرب الثورات الإخوان، ومن ثم أيضا يعني إرباك المملكة العربية السعودية وإغراقها أيضا في أزمة في اليمن، وهذه أجندة خاصة بالإمارات التي تريد أن تتزعم الموقف على مستوى المنطقة العربية. الإمارات تريد أن تلعب واجهة سياسية فاعلة في المنطقة في السياسة الإقليمية، ومن ثم رأت بأن المملكة العربية السعودية هي منافس قوي لها باعتبار أنها يعني من حيث القوة الاقتصادية وأيضا الدينية كونها عاصمة دينية والمساحة وغيره، وأيضا الخلفية التاريخية. المملكة العربية السعودية دولة كبيرة في المنطقة، الإمارات حاولت أن تتجاوز هذا البعد بتشبيك علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة إبان وجود ترامب، ومن ثم أيضا يعني المواقف التي قدمتها لبن سلمان والسيسي، فبالتالي تحركت بقوة المجموعة استطاعت أن تلعب دور إقليمي ما. لكن خروج ترامب ومجيء إدارة جديدة لا ترغب في الانخراط في المنطقة العربية بشكل كبير، ومن ثم انسحبت، هذا أربك الموقف الإماراتي إلى حد كبير، ومن ثم تطلعت المملكة العربية السعودية لملء الفراغ وبدأت أيضا تمارس دور إقليمي من خلال أيضا الحركة على الإقليم وعلى الأرض، ومن ثم بدأ الافتراق مع الإمارات، وتحاول الإمارات في هذه اللحظات إغراق المملكة العربية السعودية، لهذا انسحبت من الحديدة أيضا ومكنت الحوثيين، ولهذا أيضا تطبع اليوم مع إيران بشكل مفتوح وواضح وتفتح صفحة جديدة مع الكيان، مع أن المعركة على أشدها في اليمن. وبالتالي أنا أتصور بأنه الإمارات تضعف الموقف التفاوضي للمملكة العربية السعودية، تضعف الموقف أيضا العسكري للمملكة العربية السعودية في اليمن، وهذا هو الذي يضر أولا بالدور السعودي من فيما يتعلق أيضا بالتحالف. لكن أنا أتصور أيضا هناك مشكلة عقدية، مشكلة جوهرية، هي في أنه الدول التحالف دخلت أيضا إبان الربيع العربي، وكان هو المهدد الشاغل لهاتين الدولتين، وبالتالي عمدت على تفكيك الشرعية وقواها، ومن ثم أيضا يعني ضربها وحصارها، وهي بذلك خدمت الحوثيين وخدمت إيران، وهي ما تجني وما يجري اليوم هو يعني حصاد لهذه السنوات السابقة. اليوم هنالك قرارات استراتيجية للتحالف العربي على ضوء هذه التطورات الأخيرة مرتبطة بإعادة الانتشار، تكثيف الهجمات وما إلى ذلك. قد يكون هذا مسألة إلى حيث ذهبت بأن الميدان العسكري هو الكلمة الفصل حتى في خضم حديث بن دغر وجباري وما إلى ذلك، لكن التقدم أساسا أستاذ عادل الذي تشير إليه الجماعة الحوثية هنالك في معركة مأرب،
هل هو حقيقي؟ لأنه الجماعة الحوثية منذ شهرين تقريبا تتحدث عن السيطرة على عديد الدوائر وعديد المناطق في المحيطة بمأرب وعلى أطراف مأرب، ولكن لحد هذه اللحظة ما زالت المدينة في يد الحكومة اليمنية ممثلة بعبد ربه منصور هادي. اللي هو المأرب يعني أنا أتصور بأنه يعني قلبت الموازين بشكل كبير. هذا كانت تسوق له إيران وأجندتها في اليمن بأنها أيضا على قاب قوسين أو أدنى من إسقاط مأرب، وهذا الأمر أنا أعتقد أنه يعني الآن واضح أصبح للمجتمع الدولي وللعربي وللمتابع بالشأن اليمن. مأرب كما هي لا زالت يعني تقاتل بنفس قوي ومتعاظم على مدار سنوات طويلة، يعني على مدار 7 سنوات، والحوثيين يشددون الحصار على هذه المحافظة ويحاولون أيضا كسرها أو إسقاطها، لكنهم لم يستطعوا حتى في الحملات الأخيرة. هو الفارق فقط في أجندات التحالف، هي في الضغط التي تمارسه دول التحالف وتحديدا الإمارات على الشرعية اليمنية لمزيد من ابتزازها فيما يتعلق أيضا بتبادل أوراق الضغط أو السيطرة على مواقع أخرى مهمة استراتيجية في اليمن، وبالتالي هي تمارس ضغط كبير وابتزاز للشرعية من خلال أيضا تمكين الحوثيين وحصارهم أيضا أو التقدم باتجاه مأرب. لكن أنا أستطيع أؤكد بأن مأرب قوية وقادرة أيضا على كسر كل هذه المخططات، وهذا ما ثبت من خلال الوقائع على الأرض. مأرب إلى اليوم لا زالت صامدة، وهي التي اليوم يعني بيدها المبادرة لتحقق يعني انتصارات وهجوم يعني في أكثر من موقع على الحوثيين، وبالتالي الحوثيين وصلوا إلى نقطة لم يستطيعوا التقدم منها ولا أيضا الخروج منها. هم في مأزق حقيقي اليوم في مأرب، لم يستطيعوا إسقاط مأرب كما ادعوا رغم الحشود الكبيرة ورغم الأسلحة المتطورة التي تمدها إيران لهم. اليوم الأمريكان يعني صادروا أكثر من سفينة محملة بصواريخ حرارية وأسلحة وطائرات مسيرة وصواريخ يعني وأيضا أسلحة ضد الدبابات وغيره، يعني أسلحة ثقيلة كانت ذاهبة إلى الحوثيين، وهذا يدلل بشكل قاطع بأن إيران حاضرة وبقوة في الملف اليمني. ليس كما يدعي الحوثيين بأنها أسلحة ذاتية صنعوها في صنعاء، لا، اليوم الوقائع تكشف بأنه إيران حاضرة وبقوة وتسلح الحوثيين أسلحة حديثة، ليس فقط يعني تغيير المشهد والموازين في الأرض في اليمن، ولكن أيضا لاستهداف المملكة العربية السعودية وتركيعها في سياق أيضا التفاوض الإقليمي على أكثر ملف. السيطرة على مأرب وحسم هذه المعركة المستمرة على مدار الأشهر الماضية، هل له أي انعكاسات أو تأثيرات ميدانية وحتى سياسية على المشهد في اليمن؟ بلا شك مأرب منطقة مهمة واستراتيجية، وهي اليوم يعني المعقل الأساسي والرئيسي للشرعية، إلى جانب أنها أيضا يعني مدينة نفطية وغازية، وبالتالي يعني اليوم مأرب تمثل أهمية ورمزية كبيرة جدا ليس فقط للشرعية ولا للمشروع الوطني في اليمن وأيضا للتحالف، فبالتالي مأرب مهمة للغاية، ولهذا يحاول الحوثيين وتحاول إيران أيضا السيطرة عليها والذهاب إلى مفاوضات وفرض أجندتها أيضا على دول الإقليم وعلى الشرعية اليمنية. ولهذا مأرب أيضا يعني تصمد بهذا الشكل الكبير رغم الحشود الكبيرة التي تأتي من صنعاء ورغم الأسلحة المتطورة الموجودة بأيدي الحوثيين والتي تمد إيران بها تحديدا لهذه المعركة الحوثيين لإسقاط مأرب، ومن ثم السيطرة على النفط والغاز في هذه المحافظة، ومن ثم تغيير الصورة بشكل كبير. لكن أنا أتصور بأنه مأرب انطلاق من هذه الأهمية الاستراتيجية لموقعها ولمكانتها ولثرواتها يعني تقاوم ببسالة وبصمود أسطوري وباستبسال كبير، وغيرت المشهد وقلبت الطاولة على الجميع على مدار شهور طويلة، رغم أيضا التفاهم السعودي الإيراني ورحم المشاورات الموجودة بين إيران والسعودية والتقارب في أكثر من يعني ملف. طيب، على طرف آخر هنالك غضب شعبي من الحكومة اليمنية في ظل طبعا تراجع الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق التابعة أيضا لها، المسألة متعلقة هنا بانهيار العملة الذي شاهدناه على مدار الأسابيع الماضية، متعلق بجنون الأسعار الحاصل في هذه اللحظات. من المتسبب بكل هذا حقيقة؟ هو السبب الرئيسي هي أولا الأزمة الاقتصادية نتيجة طبيعية للحرب،
لمضاعفات طبعاً. الحرب للحصار الموجود من قبل دول التحالف. دول التحالف تضرب حصارا طويلا كبيرا على اليمن على مدار 7 سنوات بحجة عدم يعني وصول السلاح الإيرانية إلى الحوثيين، لكنها لا تتحمل مسؤولية هذا الحصار، أي لا تساهم يعني دعم الشعب اليمني ولا برفض الاقتصاد اليمني ولا من ثم أيضا بمساعدات حقيقية لإنعاش الاقتصاد المأزوم في اليمن. الأمر الآخر أيضا الأجندات التي تدفع بها دول التحالف من خلال دعم الميليشيات التي تهدف في النهاية لضرب مؤسسات الدولة والسيطرة عليها، ومن ثم أيضا الإخلال بالأمن العام يعني الاقتصاد، حركة الاقتصاد في اليمن. وبالتالي هذه أجندات خطرة جدا، يعني اليوم نشهد حصارها. الأمر الآخر متعلق أيضا بالفساد الموجود داخل الشرعية والتي تدعمه أيضا دول التحالف، ومن ثم أيضا جملة عوامل كثيرة أدت إلى هذه الأزمة الموجودة، وهي أيضا أزمة تراكمية يعني في اليمن. الأزمة التقارير كلها تتكلم عن اليمن بشكل مأساوي، بالتالي اليوم وصلت إلى يعني مراحل متقدمة جدا، والأسعار تهاوت بشكل كبير، وخرج الناس على إثر هذه الأزمة الكبيرة اليوم في مظاهرات في كل المحافظات. ولهذا كان هناك استجابة من الشرعية فعملت على يعني إصلاحات كثيرة، منها تغيير رئيس البنك المركزي، ومن ثم إحداث نوع من التغييرات، ويبدو أن هناك أيضا دعم سعودي للاقتصاد للوديعة قصدي للبنك المركزي اليمني. لهذا تحسنت، تراجعت بعض الأسعار بعض الشيء في اليمن، وإن لم تؤدي أيضا إلى إحداث تغيير حقيقي وجوهري في الاقتصاد، لكن إذا يعني المملكة العربية السعودية دعمت البنك المركزي كما تدعم بقية الدول الأخرى التي ليست هي سبب في أزماتها، بينما اليمن هي المتسبب الرئيسي والأساسي في كل ما يجري في الساحل اليمني، أعتقد أنه بيتغير المشهد بشكل خاصة وأن الحكومة اليمنية برئاسة عبد الرب منصور هادي قد وجهت نداء للمملكة العربية السعودية بضرورة التدخل أو دعم على الأقل الفوري من أجل إنقاذ الوضع الاقتصادي. أشكرك جزيلا على حضورك معنا سيد عادل المسني الكاتب والمحلل السياسي اليمني، شكرا جزيلا لك. وفي ختام المشهد الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة. هذه أطيب المنى، في أمان الله.